أثار القانون الجديد للمظاهرات والتجمعات في مصر الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور موجة من الاحتجاجات من جانب المنظمات الحقوقية، وشهدت القاهرة اليوم مشادات بين الطلبة وقوات الأمن احتجاجا على القانون الذي يقيد من حريات التجمع. يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة. وكانت عدة منظمات حقوقية إضافة إلى الأمم المتحدة دعت إلى التخلي عن هذا القانون، متهمة الحكومة المؤقتة في مصر بالرغبة في العودة عن مكتسبات ثورة 25 يناير كما يؤكد هذا الشاب المصري. القانون برضو فيه مكتسبات 25 يناير بيضيعها كلها، لأن خاصة الحريات اللي احنا خدناها هي راحت، وزي ما شفنا ما حصل في الجامعات كده برضو هيحصل برضو في قانون التظاهر، وهيقيد حريات الناس في التظاهر وفي الاعتصام. ويبقى المواطن المصري ينتظر غدا مشرقا لبلاده.